أهلا طبعا بك. هذا التعثر هو نتيجة الاستراتيجية المرتبكة التي تبناها نتنياهو من بداية العدوان ومن بداية الحرب على شعبنا في قطاع غزة، وهذه الاستراتيجية لم تأخذ حق الطبيعي في المناقشة وفي الاعتماد القرار وفي دراسة كل حيثيات القرار هذا. لماذا؟ نتيجة ضربة 7 أكتوبر التي ما زال الاحتلال الإسرائيلي يعيش صدمة هذه الضربة، هذه الضربة التي أربكت تفكير الاحتلال الإسرائيلي، أربكت كل التوازن العقلاني في الاحتلال وكل التفكير العقلاني عند الاحتلال الإسرائيلي. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي كان يهدف من وراء هذه الحرب هو عملية، هناك هدف أنا بتقديري أساسي ولكنه غير معلن، يعني بمعنى هناك أهداف استراتيجية تحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بحقيقة الحال الهدف الاستراتيجي كان تهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، وتحديدا التركيز كان على شمال قطاع غزة. لذلك الاحتلال الإسرائيلي قام باستخدام القوة الغاشمة، القوة النارية الغاشمة ضد شعبنا الفلسطيني وضد المقاومة الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي استخدم سلاح التجويع وضرب كل مقومات الحياة في قطاع غزة، سواء كانت الصحية الإغاثية، أيضا ضرب البيوت وتدميرها بشكل كامل ومسحها، سواء كانت هذه البيوت تستخدمها المقاومة ولا تستخدمها المقاومة، هو قصد تدمير كل شيء بالحياة بقطاع غزة. أيضا الأمر المهم، حاول الاحتلال الإسرائيلي أيضا تحديد جبهات الإسناد لشعبنا الفلسطيني، وخاصة في اليمن وفي لبنان وفي أكثر من جبهة. الاحتلال الإسرائيلي أيضا قام، كان من مخططه أن يشكل يعني إدارة محلية لقطاع غزة وأن يكون هناك أفق سياسي، ولكن في المقابل، وهنا نتحدث عن الفشل البدائي للاحتلال الإسرائيلي، الاستراتيجية التي تبناها نتنياهو كانت استراتيجية مرتبكة، هناك كان غياب للتفكير العقلاني. وأنا تحدثت بالمناسبة من أول مقابلتي على قناة الميادين أن أي عمل يتم اتخاذ أي قرارات بناء على ردة فعل ويكون مرتبك بالنتيجة، النتيجة تكون فشل واضح، ونحن الآن نلاحظ الفشل. بمعنى الاحتلال الإسرائيلي استخدم القوة النارية الغاشمة للقضاء على المقاومة وضعاف المقاومة، وهي أهم مرتكز من مرتكزات الاحتلال لتنفيذ مخططه الأساسي وهو تهجير شعبنا الفلسطيني، ولكنه فشل. والمقاومة الفلسطينية في المقابل استخدمت استراتيجية طويلة تمكنها من استنزاف الاحتلال الإسرائيلي لمعركة طويلة، أنا أقول لك وقت وطويلة جدا. الاحتلال الإسرائيلي استخدم سلاح التجويع لإجبار شعبنا الفلسطيني من شمال قطاع غزة تحديدا للنزوح جنوب قطاع غزة، ولكن أنا هنا أحدثك وأكثر من نصف مليون من شعبنا الفلسطيني في شمال قطاع غزة، وهنا هذا كان الإفشال الحقيقي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موضوع التهجير. وما زال بالمناسبة الاحتلال الإسرائيلي أيضا من خلال تدمير المباني ومقومات الحياة واستهداف شعبنا يحاول أن ينفذ هذا المخطط. وهنا أيضا نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع، الاحتلال الإسرائيلي أيضا استخدم سلاح التجويع بقسوة ضد شعبنا الفلسطيني، لدرجة هناك الآن أعداد من شعبنا الفلسطيني لم يموتوا من القصف ولكن يموتوا من التجويع. فأيضا الاحتلال الإسرائيلي بهذه الاستراتيجية أيضا فشل. هناك أيضا فشل في موضوع الإدارة المحلية، أنه يصنع إدارة محلية أو يخلق إدارة محلية لبناء أفق سياسي جديد، أيضا الاحتلال فشل. كل شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة رفض التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي. ونقطة أهم من ذلك، أنه الاحتلال الإسرائيلي أيضا حاول في موضوع تحييد الجبهات الأخرى ولكنه فشل، ونحن نرى ضربات لبنان ما زالت موجودة وتتصاعد، واليمن تتصاعد، وهناك أيضا ضربات أخرى من العراق، وهناك أيضا احتمالية أن تكون حرب إقليمية. بمعنى، ونحن هنا نتحدث بشكل واضح، الاحتلال الإسرائيلي أراد من إضعاف المقاومة الفلسطينية ونزوح شعبنا الفلسطيني أو تهجيره القسري إلى جنوب قطاع غزة أن يقوم بإعادة هندسة وتشكيل الفضاء الاجتماعي والسياسي في شمال قطاع غزة، وهذا بأسوأ السيناريوهات التي تعاملها الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أن يقوم بتحديد من يرجع إلى شمال قطاع غزة، الأعداد التي ترجع، الأعمار التي ترجع، يعيد الهندسة بشكل كامل، ولا يريد أحد من المقاومة أو قريب من المقاومة. وهذا الذي المقاومة الفلسطينية ما زالت منتبهة له في المفاوضات وتفشله بشكل كبير جدا. صحيح. الأمر الثاني أيضا والمهم في محاولات الاحتلال الإسرائيلي، وهي عملية فصل غزة عن شمال قطاع غزة أو جنوب قطاع غزة عن شمال قطاع غزة، وهذا الأمر أيضا ما زالت المقاومة الفلسطينية تنتبه له، وهي تعتبر خطوط حمر. بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أبدا أن يحدد من له أن يرجع إلى شمال قطاع غزة أو لا يرجع. المقاومة تصر أن جميع شعبنا الفلسطيني لابد أن يرجع إلى شمال قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية أيضا تصر على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من
قطاع غزة ومن كل مناطق قطاع غزة وتحديدا من الشارع الذي يحاول الآن الاحتلال الإسرائيلي شارع 10 توسيعه وتعزيزه لفصل شمال قطاع غزة عن جنوب قطاع غزة. طيب.